تعال عندي فرجيهم حالك شوية. صابر علينا رمز من الخمسة ونص حاجز مشان نسجل حديث هذا الصباح. اي نعم، ومع ذلك نسي الصباح والمساء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام بسيادة اللواء برعاية الله تعالى. زادك الله حدودا، حدودا يعني سيوفا قاطعة. خليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أعرف الناس المسلمين والمتابعين لشاشة الفضائية السورية لأننا لن نحرم محاضرة الأستاذ الفاضل الدكتور صالح. ستبث إن شاء الله. قصد المكتوبة يعني. المكتوبة طبعا. لأنه الحقيقة يعني في توحيد للمشاعر. إن شاء الله في أحد السنين يعني. بعادتنا. لأني في هذا الصباح الاثنين يتكرم علينا الدكتور بحديثه الشيق والممتع. الحقيقة تعجز الكلمات أن تعبر عن محبتنا وتقديرنا للأستاذ الفاضل الدكتور أسعد حالي. ما ينقلنا في أطياف حديثه أنه وحد بين أفكارنا. يعني كلما تهيبت لأن أرفع يدي وأتحدث بكلام أجد هذا الكلام ينسال من لسان صدق آخر من صاحب فضيلة أو صاحب قول جميل، وأحس أنني أهيئ كلاما جديدا فينطلق هذا الكلام مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن شعرت أننا كأننا سمك في بحر عاطفتنا. فهل يخشى سمك الماء من الغرق؟ لم يخشى. الآن الصورة التي يعني تابعنا فيها هذا الحديث الغير مكتوب، كما السماء في صفائها نشعر أن غيمة تضيف إلى جمالها جمالا. لقد أسلمنا السيد الدكتور أسعد علي خيوطا نسجها وحبكها كلها جميلة، نمنم عليها ثقافته وثقافتنا، زركش فيها إلى أن ضمها وأصبحت بساطا كبساط الريح نقلنا به نحو عروبة تلك السماء السابعة. نعم، له الفضل الجزيل، له الشكر الجزيل على ما تقدم به من هذا الحديث الشيق والممتع. وطبعا يعني لا يسعني إلا أن أشكره الشكر الجزيل على تكرمه بالحديث المستمر عبر الفضائية السورية والتي تفخر بأنها تشرف بحديثه. وشكرا لكم.